الهارب وحال الهارب في توأم الشعرة. هو الهارب دلوقتي بعد ما المطارد صده وما تجاوبش معاه للرجوع زي كل مرة، بيفكر يعمل ايه دلوقتي؟ هل هو هيستسلم ويبعد عادي للانفصال الكبير ده وهيسيب العلاقة كده، ولا هيحاول تاني مع المطارد، ولا يأس من المطارد، ولا مثلا كرامته نقحت عليه بقى ومش هيعمل كده تاني ومش هيحاول مع المطارد تاني حتى لو بطريقة غير مباشرة حتى. يا ترى الهارب بيفكر ازاي دلوقتي وشايف العلاقة ازاي في مرحلة الانفصال اللي انتوا فيها ده؟ وهل الهارب ناوي يبذل مجهود علشان يصلح العلاقة؟ ناوي يبذل مجهود اكتر ولا ده اخره في المجهود؟ طيب هو ناوي يكبر دماغه يعني من الموضوع ويهتم بحياته وبالطرف الثالث بقى بصرف النظر هو يعني مين في حياته بالظبط، ويهتم بشغله ويفكه بقى من موضوع ان هو يصلح العلاقة مع المطارد؟ يعني ممكن يكون لسه زي ما هو مش قادر يبذل المجهود لانه طبعا ما بيحبش يبذل مجهود وحاجات كده، ولا ايه رأيكم في الموضوع ده؟ ولا تفتكروا الهارب هيفكر بطريقة مختلفة تماما ويكون مش هيقدر يعيش من غير توأمه، واكتشف انه مش عارف اصلا يعيش من غير توأمه وناوي ان هو يصلح العلاقة؟ تعالوا نشوف في الحلقة النهاردة الهارب ناوي يعمل ايه وشايف دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده العلاقة، علاقة توأم الشعلة ازاي. اهلا بكم وأعماق الروح وحلقة جديدة، ويلا نشوف طاقة الهارب. طبعا احنا في الوقت الحالي طاقة الهارب والمطارد في توأم الشعلة طاقة انفصال، هما حاليا اكترية التوائم في حالة انفصال منفصلين ومفيش كلام ما بينهم او ما رجعوش لبعض. لو في كلام ما بينهم او مضطرين يشوفوا بعض في شغل او في مكان بيشوفوا بعض فيه كل يوم، فهم برضو لسه منفصلين، والكلام اللي ما بينهم لو في كلام فهو على القد وبسيط وهم دلوقتي منفصلين. طيب الهارب حاسس بايه دلوقتي او شايف الموضوع ازاي؟ الهارب حاسس بصدمة انفصاله عن توأمه، لسه هو في الصدمة دي قاعد فيها بقاله حبة حلوين. الهارب ليه مصدوم قوي كده؟ طبعا لانه يعني ناس كتير هتقول هو يعني ايه اللي صدمه، معلش يعني لا، هو اللي صدمه رد فعل المطارد المرة دي، واللي صدمه الانفصال اللي طول ده اللي هو مش واخد عليه، واللي صدمه اكتر انه دايما كان حاطط في دماغه ان المطارد ده موجود، فهو يروح ويجي المطارد موجود يعني، ولو مش موجود هينادي عليه، هيصفر له كده صفارة، هيعدي من قدامه، هيعمل اي حاجة من حركاته دي، وهيجيبه، هيجذبه بصرف النظر عن اي حاجة بتحصل، وبيجذبه بمنتهى السهولة تاني في حياته. فكان مستسهل الموضوع وشايف انه المطارد ده قاعد هنا ما مش راح حتة، انا اروح بقى واجي وكده، بس هو لسه قاعد مستني. فصدمته كبيرة في انه حسبها غلط. مش بس كده، ده هو يعني كأنه مثلا حاطط مثلا كنبة في بيته والبيت ده مش بيروحه كتير مثلا، ودايما عايز لما يروح البيت ده يلاقي الكنبة دي موجودة، والكنبة دي زي ما هي، زي ما سابها، لسه حلوة، لسه مش عليها تراب، لسه مريحة، لسه كل حاجة فيها زي ما هي. مع طبعا اني بشبه حاجة بحاجة ما ينفعش نتشبه بيها، يعني اصلا ما ينفعش المطارد يتشبه بكنبة او شجرة او كده لانه ما ينفعش، بس انا بتكلم على لسان الهارب
انه بيشوف انه انا سايب المطارد دلوقتي ورايح كده شوية مشوار كده مع الطرف التالت كده لمدة شهرين تلاتة كده وجاي تاني، هو متخيل انه هيرجع يلاقيك زي ما انت، حبك زي ما هو، حنانة انت زي ما انت، كل حاجة محطوطة مكانها. لا كان واثق قوي يعني، كان واثق في حب المطارد، وكان واثق قوي في عطائه وفي حنانه وفي قلبه الطيب الأبيض الجميل، يعني عشمه كان كبير وبزيادة، يعني كان متعشم فيك يا مطارد بزيادة قوي، يعني من كتر ما انت اديت قوي في العلاقة يا مطارد، من كتر ما انت قلبك كان حلو قوي وجميل وأبيض وبتتعامل بمنتهى الصراحة، هو يعني طمع فيك اكتر، طمع في حبك، طمع في طيبتك وطيبة قلبك وحبك الكبير ليه وقلبك الكبير الجميل، هو طمع في اخلاقك الحلوة وحبك ليه الكبير غير مشروط. كان عنده ثقة وكان واثق ان هو مهما يعمل هيرجع يلاقي الدنيا والوضع زي ما سابها عليه وعلى وضعنا. طبعا رجع ما لقاش لا المطارد ولا وضعنا ولا اي حد، صحرا، فما في ما اتفقناش على كده، فهو مصدوم يعني، عشان كده هو في حالة صدمة. دايما الهارب كان بيهرب من المواجهة، بيهرب من ان انت تحطه في حتة انك انت يا هارب انت لازم تاخد قرار دلوقتي في الحتة دي، انت محتاج تاخد قرار وإلا خلاص الدنيا وقفت كده. محبش هو ايه الحتة اللي انت بتحطه فيها دي، ولا اي حد يحطه في الحتة دي، يعني ما حدش بقى ايه يتعبه ويبذل مجهود كده ان هو ياخد قرار بقى ولا ويغير الواقع كمان. فهو الهارب دايما ما كانش بيحب يتزنق في الحتة دي، لانه ما كانش بيحب يواجه، ما كانش بيحب حد يزعل منه، كان بيحب انه مظهره وشكله قدام الناس يبقى حلو، ما بيحبش حد يزعل منه. طب انت هتقولي طب ما هو مزعلني على فكرة ومزعلني قوي، لا ما بيحبش حد يزعل منه من بره، يعني ايه منظره وبرستيجه العام، يعني ايه على المستوى العام ما بيحبش حد يزعل منه، لكن على المستوى الخاص يعني زي ما انت شايف كده، يعني اكتر واحد شايف انت يا مطارد هو ما بيحبش حد يزعل منه ازاي. فانا بتكلم على في شغله يعني لا ده معروف ان هو جميل وتحفة، فهو معروف ان هو شخص مسالم وجميل، تسأل عنه يقول لك ده سكرة، ده ما حدش يزعل منه، ده فهو يحب، ده يحب شكله قدام الناس يبقى متظبط بالمسطرة. هو ما حصلش، هو الناس كلها بتحبه وبتشوفه بطريقة معينة، هو رسم رسمة كده لنفسه حاططها، هو ده حبش ابدا حد يقول عليه حاجة تانية غير اللي هو عايز يعرفها للناس على المستوى العام يعني. بس للأسف الهارب كان عند توأمه مع المطارد، كان بيجي عنده ومش عارفة بقى هو ساعتها بيلبس أقنعة ولا بيقلع الأقنعة اللي هو كان لابسها قدام الناس، بس هو بيبقى قاسي كتير جدا مع المطارد، بيبقى بارد جدا، بيبقى يعني بيبقى غريب بصراحة، وكمان بيبقى مش حنين معاه مع انه حنين جدا. فهو غالبا بيلبس ماسكات مع توأمه او اقنعة بيبين فيها عكس اللي جواه، بيبين للمطارد ان هو شخص صعب وحاطط حدود كده حواليه، وان هو شخص قاسي وان هو بيبقى قاسي عليه. طب هل هو فعلا الهارب شخص قاسي يعني قوي كده؟ فعلا هو الهارب شخص قاسي بس على نفسه، بيجي على نفسه دايما عشان يرضي اللي حواليه، فغالبا بيقسى على نفسه اكتر، وما انك توأمه فهو بيتعامل معاك على نفس الطريقة اللي بيتعامل بيها مع نفسه، فبيقسى عليك، فانت بتشوف الوشوش اللي هو بيعملها مع نفسه كمان، يعني الوشوش اللي بيقسى على نفسه، بيجي على نفسه، بيدوس على نفسه كتير، فهو بيدوس عليك وبيجي عليك وبيقسى عليك عشان انت توأمه. فهو الهارب بتحس انه هو عنده كذا شخصية،
ما بتبقاش عارف هو ازاي له شخصيتين عكس بعض تماما كده. هو مع الناس ومعاك خارجيا بتحس ان هو اوقات كتير بيبقى قاسي، بيبقى مصدر وش كده كسري كده، او مدي وش طف كده، وان هو بارد كده وتنح، وان هو شخص قاسي كده وما بيحسش كده وما عندوش دم. معلش يعني انا اسفه يا جماعه الهاربين، بس هو ساعات بيبقى مصدر الوش ده. معلش يعني عايزه شهاده مطاردين، معلش يخش يقولوا لي حقيقه ولا ايه ده، بكلام مطاردين كتير على فكره. وساعات بقى بيبقى هو بقى يعني هو الهرب عامل زي البيبي، عامل زي الطفل كده، بيور كده من جوه وقلبه ابيض وطيب. فهو بيبقى حد كده عامل زي الاطفال كده من كتر حنيته. فالهارب على طول عايز لحد دلوقتي يعني انه خلاص يعني انت يعني ما تخلينا حلوين بقى زي ما احنا، والطرف التاني ده هو قاعد في حاله واحنا تمام وخلاص يعني ما توجعش دماغي. فهو اتصدم واتفاجئ ان المطارد فجأة مشي. ما المطارد فجأة مشي، فجأة قال لك لا خلاص بقى انا مش موجود وخلاص بقى انا مش هفضل انا كده. مطارد فجأة اختفى يعني. جماعه احنا طولنا في الطاقه دي قوي، انتوا واخدين بالكم ان الهارب بجد فعليا واخد وقت في الصدمه كبير قوي اكبر من ان هو ياخد قرار. الهارب مش ممكن يعني في ايه بجد عايز حد ياخد له القرار بالمعلقه، مش كده يعني. المطارد باعد وفاق لنفسه وكل الحاجات دي، الهارب لسه بيصحى بقى بيفوق ولسه بقى بيفكر هياخد قرار ازاي. بياخد وقت كبير قوي يا جماعه، يعني مش كتير. الهارب قاعد بيفكر قد ايه المطارد عنده 100,000 اوبشن ان هو يمشي وعنده القوه ان هو يتحرك. فالهارب بيتصدم في الموضوع ده وبيغير جدا على المطارد، بيحس ان هو عنده الاف الفرص قدامه. المطارد عنده القوه ان هو يبدا من اول وجديد، يبدا من الزيرو عادي جدا، هيقدر يقوم وهيقدر يعمل كل اللي هو عايز يعمله. المطارد عنده كمان القدرة على ان هو يخش علاقة تانية ويبقى مبسوط فيها عادي جدا، وده طبعا تعب الهارب جدا لما بيفكر فيه. مجرد ان هو يفكر فيه بس ده بيجننه. وعشان كده ساعات بنقول ان الانفصال بيكون مهم، علشان بيخدم العلاقة زي ما هو دلوقتي خدمها، وحسس الهارب قد ايه المطارد مهم في حياته، وان هو بيحبه، وان هو خايف ان هو اي حد ياخده منه او يخسره. الفكرة بقى في الموضوع انه المطارد عارف قد ايه الهارب بيتعذب، وعارف كمان ان الهارب بيحبه، وعارف ان الهارب مش في احسن ايامه دلوقتي من غيره، وان الهارب بيحبه قوي وبيتعذب من غيره ومحتاجه معاه. الهارب بيحاول يعمل تخاطر او يحاول يكلم المطارد عن طريق الروح، وبيحاول يرجع له عن طريق تخاطر بدل ما يروح يكلمه دايركت. لكن في مطاردين كان رد فعلهم ان هم سكتوا وتجاهلوا الرسائل دي، وفي مطاردين ردوا بنفس الطريقة علشان يعلموا الهارب درس ويفوقوه ويرجعوه يفتكر ايه اللي حصل بالظبط، يرجع لورا شوية كده. بيقولوا له انه يعني في بعض المطاردين، فالمطارد رد فعله كان بيقول للهارب مش انت اللي فضلت الطرف الثالث عليا، مش انت قلت ان انت كنت سعيد ومبسوط معاه وتمام، ايه بقى اللي جايبك جاي ليه؟ مش انت قلت ابويا وامي انا ما ينفعش يزعلوا مني وانا ما ينفعش اخليهم ما يفرحوش بيا، مش انت اخترت ان انت تبقى يعني مع الشغل والماديات والبرستيج ومنظرك وده اهم حاجة عندك وما همكش انا في اي حاجة خالص، مش انت قلت كده؟ ايه اللي جايبك جاي ليها؟ جاي ليه يعني؟ فعلا جاي ليه انت كل الحاجات دي؟ عايز ايه؟ انا عارف ان انت كنت هتندم عليا، ولا عمرك هتلاقي زي لا في حبي ولا في حناني ولا في اي حاجة. انا كنت عارف انك هترجع، بس انت بقى جاي ليه وراجع ليه؟ في حاجة من الحاجات دي اتغيرت؟ مفيش حاجة اتغيرت، بس انا بقى اتغيرت، انا اللي اتغيرت يا هارب.
اتغيرت قوي، ما بقيتش زي الأول، بقيت بشوف كويس قوي اللي بيحصل، بقيت بقدر نفسي وعارف قيمة نفسي، ومش هينفع تحطني في الحتة دي تاني. فتقولي راجع ليه وعايز ايه؟ اصل هو يعني كده الهارب حط نفسه في حتة ضيقة قوي ومبقاش قادر يتنفس فيها، حط نفسه في حتة وزنق نفسه، وهيقول ايه؟ هيقول ايه للمطارد؟ المطارد عنده حق في كل حاجة، هيقول له ايه؟ مفيش حاجة ينفع يقولها يصلح بيها العلاقة غير ان هو يعني يعمل غير الحاجات اللي هو قالها دي، يبقى فيه قرارات جديدة، ياخد قرار يغير كل الحاجات اللي كان بيقولها دي بعد ما حس بقيمة المطارد. الهارب خرب العلاقة، خربها وقعد على طلها فعلا، وحاليا هو يعني اللي هو مش عارف يجيب مين بقى يعمله ايه، يعني خلاص هو المطارد اللي كان دايما يحلها لما تتعقد قوي كده، بس المطارد خلاص مشي واداله ظهره. المطارد بيقول له مش انت اللي كنت سايبني انا بقى بحارب في العلاقة دي وبحاول اوقفها وعلى رجلي، وانت كل شوية تبوظ كل حاجة انا ببنيها. المطارد خلاص ما بقاش قادر لا يحل ولا ما يحلش. المطارد راح عاش حياته، حب نفسه، مبسوط. الهارب حاسس انه انت ازاي مبسوط مع حد غيري؟ الهارب حاسس انه هو يعني انا نفسي مش عارفه انبسط مع حد غيرك. الهارب طبعا هيموت من الموضوع ده، ازاي المطارد قادر على كده؟ الهارب ما كانش مصدق نفسه ان هو اللي هيبقى في الحته دي، كان فكر العكس، بس لقى انه المطارد خرج من دايرته وحب نفسه، وناس كتير حواليه قوي بيتمنوا ان هم يبقوا حتى معاه باي شكل من الاشكال. فالهارب ما بقاش عارف يعمل ايه في الموضوع ده، وغيران جدا جدا عليك، وفي نفس الوقت هو مفيش حاجه في ايده قوي، وهو يعني خلاص العلاقه بتبوظ خالص، ومفيش حاجه يقدر يعملها غير ان هو ينطق ويقول. لازم ينطق ويقول، اصل خلاص انت وانت معاه الموضوع اصلا كان خلاص جايب اخره، فما بالك انت كمان مشيت. فهو ما عندوش امل تاني غير ان هو يتكلم. الهارب عايزك معاه باي شكل من الاشكال، عايز يتجوزك، عايزك تعيش معاه، عايزك تبقى حد من عيلته، عايزك تبقى معاه. مش قادر خلاص يعني على الوضع ده، بس هو عارف كويس قوي ان هو لازم ياخد خطوة. خلاص انت اصلا وانت معاه كنت سايبه على الوضع ده، فلأ هو كمان حاسس ان هو لو ما نطقش دلوقتي عمره في حياته ما هيعرف يرجعك ليه تاني ولا يسترجعك خالص، وهتضيع منه خالص. ومع ذلك هو عارف كمان ان هو واصل في الطاقة الحالية دلوقتي للنقطة دي، ان هو اصلا صعب انه يسترجعك، حتى لو كان خد قرار انه يرسم العلاقة ويجي لك. فهو دلوقتي ما عندوش اي اختيار غير انه هو ياخد خطوة ويتكلم معاك ويقرر ويحاول يسترجعك تاني. يمكن يعرف، يمكن يعرف ويمكن لأ، لان المطارد دلوقتي عنده استعداد كمان انه هو يرفض حتى الوضع اللي هو كان نفسه فيه، يا يقول اه يا يقول لأ. كده تكون خلصت الحلقة النهاردة والطاقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها. أشوفكم على خير في الحلقة اللي جاية إن شاء الله، مع توأم الشعلة وأعماق الروح. مع السلامة.